Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala kulli wajib. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in sirwala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul إنا جعلنا
أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني بل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي واجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا
ولهم ما يدعون
إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال لهم ادعوني أستجب لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين حمد الحامدين حمد الشاكرين حمد الصابرين حمد الجوافر ما يكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بأفوايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات سعالي وسلسل تسليما كثيرا من حبك يا رحم الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وأهلهم كما ربونا صغارا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا رحم الرحيم. اللهم بحق ياسين والقرآن الحكيم والذي اخترته بالرسالة والنبوة والولاية والهداية إلى صراطك المستقيم وجميع ما جاء به منك جبريل المنزل العزيز الرحيم الخواص الكون والأسماء التامة وما أظهرت في الوجود الكل موجود من الآيات البينات بخفي لطفك المفرئ عن كل مهموم المخلص لكل مديون يا مدير الجحال والعيون يا من خازن بين الكاف والنون وعالم بما كان قبل ان يكون. ونسألك اللهم ان تسلك بنا جادة الغرق وان تجعلنا اهله محل للسعادة والظلام وان تيسر لنا جميع المرادات والمطالب وان تجعل رضاك عنا خيرا مستحق مصرحب لنا ورقيقا وان تلحقنا بالجلال والمهابة وان تمن علينا بسرعة الإجابة. استجب لهم دعانا واحقق فيك رجانا استجب لهم دعانا واحقق فيك رجانا استجب لهم دعانا واحقق فيك رجانا وأدخلنا في مسجد لطفك المصون بسر قولك إنما أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان من نفس عن كل مغموم سبحان من نفس عن كل مديون سبحان من أمره إلى أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا مفرج الهموم يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج أنه من يحن يا قيم يا ذا الذكرى. اللهم ارزقنا اللهم إنا نسألك إيماننا وديننا ونفسنا وأولادنا وأبناءنا كل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم بك أنفك وملك وجوارك وأن يزك من شر إبليس والجبان أن يوزعني وزبان من شر وزار الشر إنك على كل شيء قدير. اللهم جبلنا بالعافية والسلامة وأعطنا بالتقوى والاستقامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء وارحمنا واغفر لنا ذنوبنا وأخطانا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزق الفوز والتوفيق والنجاح لأبنائنا في امتحانهم الغالب يا بفضل نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا ارحم الراحمين. يا الله يا تuhan kami kurnikanlah kepada anak-anak kami yang bertemu perasaan nyibes atau pelan-pelan di kelapangan hati kecepatan kecerdasan pikiran kekuatan semangat untuk melalui pemeriksaan ini dengan percayanya seperti kurnikan oleh keputusan yang terbenyakan membanggirkan kedua waktu mereka dan kesempatan kami ya Allah. اللهم ارحم أخانا نحكدين بن جليل اللهم اغفر له وارحمه وعفه وعفه واغفر نزوله واسئ مدخله واسئ المال واسئ والبرد ونقل الأختين كما ينقصه الأبيض من الدنس
وأخرج على خارم النار هوان سويته وأدخله الجنة وأعزه من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار. يا الله يا تهر كريم فكرنا رحمة موفى بس صدر كريم Pak Mahkadir yakni ataupun lebihkan sebagai Pak Jabir. Ya Allah ya Tuhan kami, lapangkanlah kubur beliau, luaskanlah kubur beliau, kurniakanlah ketenangan kepada beliau ketika menjawab soal kubur, setelah jadikanlah kubur beliau satu bahagian, satu taman dari taman taman syurga, serta jangan jadikan kubur beliau satu lubuk dari lubuk-lubuk neraka, serta jadikanlah beliau bahagian bahagia di dalam alam bangsa ini seperti mana beliau bahagia di alam dunia, seterusnya bahagia di dalam alam akhirat bersama sekalian kami juga. Ya Allah, Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين 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 يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم. ربنا تقبل منا دعانا وتدرني سنة سيقات القرآن وتدرني ذكر الحكيم ودعانا لأبنائنا المرشحين بالامتحان UPSR ودعا رجانا لأخينا أخينا المرقوب على كبير المعجبين الكسر العظيم وتبعينا يا مولانا إلى الطوّة الرحيم دعواتها سبحانه وتحيتنا فيها سلام وأهل دعوانا بالحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل الكريم.